برضو من الحاجات اللي برضو ما زال الناس زي ما حضرتك اتفضلت في اول الحلقه، ما زال الناس برضو بعض منهم وان كان يعني الحمد لله الامور اتحسنت اكتر، بيخجلوا منهم يذهبوا لطبيب وبيعتبر ان الموضوع ده عيب. لا طبعا مش عيب ولا حاجه، وانت ليك علاج. لكن المعلومه برضو اللي احب اكدها في نهايه الحلقه، وهو انه لن يوجد مريض بعد اليوم عنده ضعف جنسي الا ولو علاج نجح بنسبه 100% بعد تطور طرق العلاج اللي ذكرناها. فما فيش حاجه اسمها حد يقول لا وانا اروح للدكتور ليه، ما انا رحت لسين وصاد وعين وعملت وقال لي انت سليم، لا اروح لغيره وغيره وغيره. انت لازم تبقى 100%. نورت وشرفت. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحات الذكورة الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي، الأستاذ بكلية الطب، صاحب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة، الاسم الأكاديمي الكبير. نورت الدكتور. أشكرك دكتور أيمن. خليكوا دايما مع الدكتور.